البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد Let's make over my bathroom for 30 يورو. غادي نعاود الباثروم ديالي الحمام ديالي اعزكم الله بالبودجي ديال 30 يورو. درت اليوم هاد تشالنج غادي نمشي دابا الاكسيون غادي ناخذ هذاك الشيء اللي في راسي كنتمنى نلقى داك الشيء اللي في راسي واللي اللي عاجبني وباغا نحطه. دابا غادي نمشي لاكسيون من بعد غادي نشارك معكم حتى شويه شنو غادي ندير فين غنمشي خصني نتقدى للدار لان شي جوج سيمانات ما كنتقداش داكشي مزيان وتا اليوم ما غنتقداش داكشي كامل اللي خلي ناقصني غير داكشي اللي اساسي غادي نشريه. وات ايلس ومن بعد غادي نرجع للدار غادي تشوفوا معايا اي حاجه داكشي اللي غندير غادي نقدر الا بقى لي الوقت وكفاني وكان مساعدني مساعدين الاجواء غادي نصور معكم شنو طيبت وداكشي سينو غادي نركز اكثر على الباثروم ميك اوفر. سو خليكم معايا والناس اللي ما ابونيش عندي بليز 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 ابونوا عندي سبسكرايب ما تخسروا حتى شي حاجه غير تحركوا صبعكم واحد شويه وتبركوا بحركه اتس سيمبل اند ايزي. الناس اللي كتفرجوا فيا كنقول لهم شكرا على سبورت شكرا حيت كتعاونوني كديروا لي لايك العائله ديالي الناس صحابي ثانك يو سو ماتش. سو دابا غادي نمشي وندفع لينا الضو في الكراج خصنا نتحركوا باش نشعل الضو. سو دابا غادي نمشي ونخليكم معايا سلاما سي يو ناخذ من هادو خدي ديجا هاد الاجندات زوين هذا خديت هذا المهم هادشي ما داخلش في الباثروم ميك اوفر. ناخذ هادو واعرين البنات شوفوا حتى الثمن ما كانش حتى اورو ناخذ منهم لان كينفعوا بزاف. المهم هادو زوينين شوفوا على ما يلاش حدا زوين ناخذهم. المهم البنات مشيت لاكسيون ما كاين والو عرفتوا ما خديت شي حوايج اللي بزاف خديت داكشي اللي خاصني من غير الحمام وداكشي شي اجندا وداكشي راه كنت وريتكم في الشاريو سينو جيت دابا للجي واي اس كي جي واي اس كي جيت لهنايا نشوف واش كاينين حوايج زوينين ولا لا خليكم معايا يلا نمشيو. شوفوا هنايا كاينين حاجه زوينين على هذا كاينين هادو وناخذ منها وحده في الباج ونحط فيها هذا القرع ديال الصابون هادي واخا بان لي غادي نخرج على غنخرج على هذا على البيدجي ولكن غنحاول. كاينه هادي المهم هادو مازال ما لقيتش هذا ما لقيتش دي بلونط هكا يكونوا نديرهم في البيزام. شوفوا ها هما اللي خديت ديك المره خديت بحالهم خارجين غنمشي دابا نتقدا مازال خصني نتقدا الماكله وداكشي اللي غنطيبو اليوم. سو
اخيرا دخلنا للدار، عاد وصلنا. شوفوا شحال ديال التقضيه خصني نستف. المهم البنات جينا للدار، هذا هو المشتريات ديالي. خديت هذا، كنت وريتكم ديجا فاش كنت في البوسطه. المهم خديت هذا الاورجنايزر، ما عرفتش واش وريته لكم في الفيديو ولا لا. خديت هذه في الباش مع تمام. خديت هذه النبته، ولكن مع الاسف ما لقيتش ليها شي بوت شي فاز باش ندير، مي هي ديجا في النوار. فكرت ان ماشي مشكل حيت غير نحطها في جنين. وهذه الكودكور ديالنا شتيوها، هذه غندير فيها بابي جينيك. من بعد خديت هذه خدينا هذه، خدينا هذه بركي وريكم. المهم البنات مشيت لاكسيون، فاش مشيت خديت هادو وخديت شي حاجه اللي بساطين لان ما عجبتني حتى شي حاجه. ما بغيتش نبقى نشري داك الشيء سواقي وفي الاخر ما يعجبنيش من مور يومين ثلاث ايام. مي هادو كنمشي على قبلهم لاكسيون، واعرين بزاف هادو، كنستعملهم حتى الكوزينه هكا نمسح بهم البوطاجي وهذا زوينين. ما كيخليوش الخمله، والجاج رائعين، ولا بغيتو تمسحو بهم الحمام ولا تديرو نيتواياج، واعرين واعرين زوينين بزاف. من اكسيون هادو واخا مام ولا فاش ناخذ، ولكن عجبني الستيل ديال القريعه. مي لا بروشين فوا غادي نشري من ماركه ريتوال، لان عندهم داكشي زوين، وتا الروايح ديالهم زوينين ونيتشرال هما. والشمعه حتى هي المهم تزرفت ديما، انا كنزرف ديما كنزرف، مي ماشي مشكل. المهم البنات هذا هو الحمام ديالي اعزكم الله. ممل بزاف، ما فيهش شي حاجه اصلا، كيعوم فيه غير ولدي، كندوش ليه هنايا. دونك شوفوا هنايا اللعاب وداكشي ديالو. فقلت علاش لا هذا الحمام، من انني وليت كنقضي فيه وقت بزاف، وليت كندوش فيه حتى انا، وليت حتى انا كندير الباث تايم ديالي مي تايم. فعلاش لا من نردو شويه، نردو فيه الحياه بلا ديكوراسيون، نبدلو بزاف الحاجات. فهانتوما معايا، غادي نطوي هبدا هو الاول، غادي نطوي هادشي كامل باش الحاجه تبان نقيه وتبان على النقا ماشي العكر والخنونه. سو خليكم معايا.
يون سونغ. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي. غادي يسالي هنايا طبعا. مهم حاولت ندير حوايج اللي هما بساطين. ما قدرتش ناخذ من اكسيون لحقاش كان فيه داكشي سواقي بزاف، وتعلمت ما نبقاش ناخذ الحاجه غير باش نسمى راني خديتها، من ناخذ الحاجه وانا فعلا مقتنعه منها. لان انا في واحد المشكل هو انني كناخذ وكنتشمت في الاخر، لان كنجيبها كتجلس يومين ثلاث ايام في الاخر ما كنلقى راسي، ما كنتش مقتنعه بها، خديتها غير حيتاش ما لقيتش البديل. دونك قررت نمشي لهذاك الستور الاخر تي واي اس كي، لان في حوايج زوينين كتخلصي جو سي با 3 اورو كتر 4 اورو كتر، كتاخدي حاجه اللي كاليتي زوينه وكتاخدي حاجه اللي نفس الستيل اللي كيعجبني انا. انا وليت دابا كنميل للستيل باش الالوان اللي هما ترابيه، حوايج اللي هما فيهم داك الالوان ديال الخريف، عرفتوا داك الالوان ديال الخريف مارون، جميع الباليت ديال الباج كتعجبني. دونك في اكسيون ما كتلقايش، اكسيون كتلقاي داكشي اللوان وداكشي مشعشع وحاجه من الشرق وحاجه من الغرب. فهذاك السطور اللي دخلت ليه المره زعما في الفيديو في المره الثانيه، هذاك زوين بزاف، كتلقاي فيه حوايج واعرين. الاثمنه شويه غلا على اكسيون، مي ماشي ما كيهمش، حيت كتشري جوج حاجات رخاصين وفي الاخر ما كتستعمليهمش، تشري بهم حاجه واحده مزيانه وحسن. شنو اخر؟ هادشي اللي كاين. فتعلمت وليت شويه كنرد البال على الحوايج، لان هاد البلاصه فين واقفه من تحت مني واحد البلاكار، واحد الكلوزيت عامره عامره بزاف ديال الحاجات اللي كنشريهم وما كنبغيش نستعملهم. سو قررت انني غنلوح هادشي ونبدا ناخذ الحاجه اللي تكون مقتنعه بها وعجباني، و وخا تكون شويه غاليه ماشي مشكل، انفيستي في شي حاجه اللي هي مزيانه في مره واحده. فهادشي اللي كاين. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي لايك لي كومونتير، بارطاجيو الفيديو، خليو لي كومنت، قولوا لي الاراء ديالكم، كيفاش جا الحمام، جا زوين، هادي كاين شي اضافات نقدر نضيفها. كنت باغا ندير شي حوايج نزيدهم مي ما زدتهمش على حساب البودجي، سو اتس اوكي. المره الجايه مازال عندي بزاف د الحاجات في الدار غنبدل لهم الديكور، لان فاش جينا سكننا كان عندي ولدي صغير، فخليت الدار سامبل خاويه من الديكوراسيون داكشي باش ما ولدي ما يبقاش يروان وهذا يلعب في خاطره وما طيح عليه حتى شي حاجه اللي تاديه ولا تجرحه. سو هادشي اللي كاين. طولت عليكم في الهضره، كنقول لكم بالسلامه، وانا لك 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 لك. السلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.